تبارك الله عليك. طعم هادي هذيك ما عندهاش تصيد بها. والله العظيم والله اخوتي للسيد نشرنا من عطيني انت من الجوج. حنا دابا راه بلا من الجوج ما هو راه ديما كتخلينا انت اصلا كتسنى في حالك سير في حالك. هاني دابا جينا باش تجاني ما شي الكاميرا خسرات ليك راكور عليه ما مساليش راكور كي قالت الباطاج راكور قالت لك شي مزيان قالت الباطاج الشرل الشرل مثلا بخليل اصل اليوم كان شي حوت اليوم بخليل ولا كان شي حوت ولا والو ضروري ها ان شاء الله خير شوف واش كاين غادي البحر اه البحر غيكون ان شاء الله لا لا غيكون كون هاني فاش كاع غنمشيو عاوتاني قلنا عاوتاني الحوت غيهرب ماشي غيهرب تقول الرمله اللي لقى في النهر انت اللي غنديرو غادي نلصو فيك خصنا نديرو لطرا لطرا عرفتيها لا الدرون انا خص الرينغو هذا اللي غتلصو فيه خص دير لطرا لطرا عارف لطرا هو داك الخيط الزرق ديال فاش كيتراسي الخيط الباندو ولا القنبه ديال البيع تبع له تبع له والله الا مزيان والله الا واعره بالقسم بالله عطيه الرينغو ديالها الرينغو ديالي ديال الحوت والله يفتح لك وانا نضرب تبع له تبع له عطيه عطيه والله الا زوينه هذه الدكان برا اش بان لك انت واه فيها 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 البيض فيها البيض والميوز ديال السردي والله العظيم هادي يا سلام الرانكو ان شاء الله تصيدوا شي حاجه اليوم تكون باين باين الطريق ديالكم انتم والله الا باينه بالرب من هنا باش عارف شنو غير ما بغيناش نقمعوا بالله الله يعاونكم الوالدين سير الحوت المليح بالرب احسن حوت عطا هو اللي الناس يستافدوا عطيهم شنو هو الفرق بين السردي ديال اكادير والسردي ديال تيفليت الفرق بين السردي ديال اكادير هو السردي ديال اكادير كيضرب الشحه وديال تيفليت كيضرب الحسانيه فين عمر استافد معاك انت شي واحد استافد معنا جبنا القصاب وكلش كل واحد جاب القصبه ديالو وخالد جاب القصبه ديالو حتى هو غدا ان شاء الله هذه القصبه ديال خالد العلامه ديال الكورفين هي هذه هي العلامه ديال الصياده في الليل غيسهر معاك الليل كامل هذا ضرب ضرب هذا يما يسهر معاك حتى شي حجره حتى راسه على الوسالة لا 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 هذه ضروري انا باش نعس الا ما عشتش هذه غادي جدر من شويه دي جوج درهم مويا ندو الملحه دابا هي شويه اصلا حنا راه السردي كامل غنديو غير شويه ورا الله ما كاينش شي صياده مع هادو واش عمركم عمرنا مشينا مع خالد جدينا شي حوت بعدا لا لا والله وعليك انا يوم يدينا حتى حنا ما علاش حقرني نقسم بالله دابا اليوم اللي حقرني اليوم غادي الا ما شديتي شي حوته تبقى تفكرني بها الا ما شديتش راه ما شديتي زعما كاين الا ما شديتي والله يلاه ما تشدها ما عمرنا شدينا شي حاجه ما تقلعوا عليها الخوت على الله على الله حتى خالد الدعوه داك انت ما غتخرج من هنا دار التصدير المهم دابا ما بقاش ليا والو صافي دينا ملحه غادي ندي مارو ديشان حيت اصلا تعطلنا ياك با خالد بلا ما دي شي قالو انا حقيت سكو دينا شي قالو والله الا زوين شنو ندير بها انا الله يهديك والله الا شي كران دي تصير شي كران دي تهبط ليه باش تهبط ليه الصندلات هذا هذا شري شري انت تهبط انت الدور تاعك اصلا تسقط لا 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 حنا ما عندناش انا واحد النهار ليه المهم صافي دابا غادي واحد النهار ليه بتنا هشام باش يجيب لي واحد الرايه صيده خلي داك النهار وعطى لي الكاميرا زعما باش فيلمي هو الا هي كاميرا بديت كنشد بها الجرمه قاعد تقبلها لي قاعد تهرز الكاميرا وفي الاخير داها رافع عليا هشام 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 والله ما عندي الصرف والله ها 4000 ريال 20 درهم بكم مشى هو هو سي عالمي الله سي ولاو اجي ولاو الناس كيسولوا لي غيصيد اليوم بالبيكي بلا صن الرقص ولاو الناس كيسولوا فيك صاحبي اكثر من العالمي العالمي دريسي ديالنا لا اليوم والله سيدي هذه ديك الحركه تاع ميو هذيك ضروري هذيك درنا في الصوري ما شافوهاش الناس عالمي اليوم ود العالمي غادي تبان ان شاء الله هذا هو اللي كيقتل طريق السلامه ويلا غينا الله مع البحر يكون مزيان العالمي هو اللي كيقتل تفرجوا ونجوا فرحانين واش غاتكون جمعنا اليوم نعم قول لي شكون جمعنا خالد بابا مصيبك حلاوة اكبر مستهلك على وجه الارض العالمي اليوم غادي يجي يدير القصبه غيدي غير البيكي العالمي غادي يضرب العود شكون اللي جمعنا ويشد الحوت واش الا جمعنا هذاك شوف شوف الا الا جمعنا هذا غنشد الحوت شوف داير الترازه بحال مول ها خانز هاد الشيء هذا الا يا ما تلوحش الزبل في الارض يلا دوز هاد اللقطه خرجي خرجي لا بوبي السلام عليكم كلشي بخير لاباس عليك صافي هذا سليم هو المشكل ديال الكبير ديالنا شتو هذا العالمي هذا المشكل ديال هذا كيهز البيكيات وسخرو هذا نسخرو صافي راه ما كيصيد العالمي هذا اللي جبنا معنا اليوم جديد هذا الدري هذا جديد راه لقيناه اي جديد لا خليته خليته ديال الترازه طلع طلع
شوف انت الثلاثه ديال الزمر صافي الو هذا لا هذيك ديال المرضى حيد واحد البصمه ديال الهنود عندك القصره ديال السر هذه العلامه ديال الكوربين ضرب الكوربينه دابا الكوربينه اللي ضرب دابا انت في القصبه ديالك هي دابا جايه الى نضرب سيدي بيبي السوق مشيت جايه لي صح ضربها بشي 6000 وي رانغو راه عرفتش قال لك الناس قال لي مازال ما بيحسن اي بلاتي نهار فينا يشوف واحد لوك جديد لوك استنى تمشي نجيب الرسم هي كانت على داك متر والحانوت الضوطه كاينه الصغيره وا رانغو فكرتيني في مول الحانوت يا 100 درهم 100 درهم قسمه شي والله لا دكتور ما نشد كاع عندك تفات اش تفات الماكله ايوا نتوما تفات انا ملي خلصك تفات غادي راه وصلت دابا تخلص شي تفتوف دابا ديال البروزيات فين غادي انت كاين دابا انا كاين في سي دي بي دابا انا كنقرا الجو الجو اليوم يكون ما بينه وبين يكون الريح شويه مره يتقطع انا 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 نمشيك المصيبه داخل الخليج ان شاء الله شري لي بينيه راه ما عنديش الصرف والله ما نعقل عليك بالرب وراه ما عنديش الصرف اصاحبي شريها والرانغو المهم دابا جينا سيدي بيبي غادي نتقداو والله يمكن الشعر المهم والله عليك اليوم الدين عندك تحمه المهم دابا جينا نتقداو شي حاجه ديال السياده راهي ومن بعد غادي نمشيو نتقداو القص ديالنا خليل فين يلعب معاك دير معايا القامه وشوف اللي غتعجب الحوده اللي غتصيد ماشي انا كاين ديك الاخرى ديك هادو المهم هادو عندهم ولا الزرق الزرق لا ها علاش لا يا الزرق لا دير موف دير موف موف زوينه كاين الصغيرين ديال زوينه هادي ديال انت ودير على الصوان عرفتي ديال الصوت اللي بغيتي تجيو على هادشي اللي بغيتي تجيو بلاصه ما عندي هادشي واش هادي اللي هادي قال لك هادي والله الا هادي اللي خدامه بالرقه هي لا ورا ايتاكي بسرقاله 100 درهم 100 درهم اللي كدير هذيك اخويا لا طونسود لا دعيا ربي ترجع الا وغلات الشاي ضبط ليها هذه دابا نضرب ولا سرقاله الرقه ولا هذيك ديال ولا حاجه اخواني الرياس اخواتي الرئيسات اليوم غادي نوريكم الطريقه كيف بوفاندا واخا كنديروا الاشاره للسي بي جي سوس ريح لا خليك كليب هاكي كنديروا الرياس ها الكاس ما عمرنا كنديروا بحال هكا فهمتي حيت كطلع هذا الكشكوشه كنديروا بحال هكا كنديروا ها باي باب الله اللي كاملين اللي بقاو كيشوفوا فينا معليك السلام عطيهم المقادير ديالو تسمى واش فيه فيها سيدي ازايز والبولفري والصوص والحار انا مجرب شحال هذا الحال هذا مليا بيا تاع زيت اش تدوين ضل كاميرا شكي دور دور غير داك الشيء اوراق اللي كاين دابا وكاينه السرقاله وكاينه طقم ان شاء الله كنتمنوا انها يكون شي حصيله زوينه غادي نمشيو لي صحنا مع هاد المره معليش نمشيو للمصيده غنمشيو لي صح على الله تكون شي حاجه والمهم بالنسبه للناس اللي كيجيو لي صح الا خصهم شي حاجه فاخر حانوت كاين تقريبا هو هذا فيه كل شيء حتى الخضراء يعني اي حاجه كاينه تما راه النمره ديال دريس كتلقاوها مع القف في الحانوت اللي خاصها شي حاجه بوطان دي حاسه الا بغيتي شي حاجه شد عند النمره يصيفط لك من الحانوت للمصير يعني ماشي مشكل دابا غادي نفطر الباكتاج عالمي ها هو كنفطر الباكتاج ديالنا كامل اكسب مسائي غنفطر كامل ان شاء الله وغادي لونسيو دابا وغادي نبداو ان شاء الله اول لونسيه وغادي نشوفوا المهم اول حاجه كاينه هاد التماره ديال التحت يعني خصنا نتكرفصوا واحد شويه باش نوصلوا لتحت ولكن ماشي مشكل المهم هو اننا غادي نوصلوا ان شاء الله وغادي نشوفوا شي بلايصه زوينه نحطوا كيتون وغنديروا الجلسه ديالنا المؤتمره ثاني داك الرانغو تماره كصب هز شوف شحال ديال الكسبه ثاني ديال السله خصنا نهزوا حوايج المهم كاين ما يتقال في هاد التماره هذيك حلا هادشي البحر هكا داير ولكن ما عندنا ما نديرو دابا نهز الساك هذا وهز واحد الساك اخر هو فيه البلون وفيه سميتو الساك وشارج وغنهز ديك الصبه مازال غنهز ديك السله اللي كتشوف هادشي ما عرفت كاع كيفاش غندير ليه غادي نحاولوا اننا نهزو كلشي ان شاء الله باش نهبطو لتحت حيت كتبان لي الدنيا عامره يعني غيكونوا بنادم بزاف من تحت انا هذا العذاب شادي شوف نهز السياده هادو كيشطفو يا صاحبي يا راه ديالو صاحبي كنحيدو منك برا المهم دابا غادي نكرفس عاوتاني غادي نهبطو اش بالك راه خالي واحد الهبطه كتسنانا عرفتي راه عندك عندنا مشكل هبطه هبطه وطلعوا دوزو على جوج حوايج يا سلام واش بغيت لوطا هو الصحراء بغينا شحال كوش طاح يا سلام احسن حاجه هي السيد مسكين تا هو تكرفصنا عليه
ديال معاناه ديال السياره معاناه تصور مع هذه القه الجانب والله الا قه الجانب الرباه. أه؟ نفس الله حتى السلامه عليها. ها الكواش المسائل اللي باغي تغطى دي مع الكواش ديالو. ها اللي ما بغاش البرد خالد. ها هو المصيده الخوت يقدر يبان لكم من هنا. ها هو الخوت هذه هي البلاصه اللي غادي يصيدوا فيها. ها ربو خالد ها. شوف شحال الزنا مسخت والدي. سير على الله سير. تريني شويه. تريني. وا احنا بركه ترينينا حنايا خالد انا خالد درت لي في راسي في لحظه كره راه غادي الله شتي درا نقولكم واش شحال هزنا اش كيدير لكم صاحبك كان بان شوف حاس قسما بالله الا هز العذاب شديد وقش جاني هذه هي ديما كتشكي لنا هو ضروري هو المصيبه الاخر ديال خالد جهاز شي كوشاتها زيد باقي كاع ما بديتي وعليت عيد لا هزك قسما بالله الا انا هز اكثر منكم ديال الساعه السي تعيش هذا مال ترياس اه تصور معايا العدد الشديد حتى شحال السي وخليل المهم عرفت اول مره انا كندير هذا البلان ديال الكاميرا هكا شوفوا خالد معنا صياد صغير صياد صغير كبيرين عليك اوف ليلى العذاب بالرب العظيم بسم الله الا تكرفيس تكرفيس ديال بصح انا قجنتني هاد السله طلع هنايا نحطو دابا الكيطون نديرو فيك البلايصات ما ولكن الله يحفظ السلامه هادشي كامل الرانغو اش بالك الرانغو كامل عذاك نفس البحوره نفس الصياده نفس الوسخ نفس الميكروب ديما كنلقاو في نفس البلاصه تصور معايا دابا نتوما شوفوا شحال هاد انا شوفوا عباد الله شوفوا شنو هادو ماشي اشادو بشر هادو انا وقت ما مشينا شي بحر خصنا نجمعوا الزبل ساعتين هادي للجميع راه ديالك شوف عباد الله شوف عباد الله والرياس الله يرحم لكم الوالدين اللي مشى يصيد في شي بلاصه ينقيها يدي معك الزبل ديالك صافي غاجمعوا ديروه في ميكو وحيدوه في الجنب كاع ماشي ضروري انك تخليه هنايا باش ناس اخرين الا جاو يلقاو لقاو بلاصه نقيه راه هنا شوف دابا شوف معايا تصور ديز اخويا نقول لك ما بينهم وبين الحمير غير والو هذا اللي كيجي البلاصه زوينه ديال البحر وكيك على الصبيع هذاك بنادم هذاك الفقر اللي لقينا واحد شويه الفقر شوف عباد الله شوفوا دابا تصوروا معايا دابا نتوما هنا شوفوا هذا دابا اللي جا واكل هنايا هاد السويله وهذا الشيء ولا هاد الشيء ناس حاشاكم ها باش ماشي الشوا هادي شوفوا عباد الله شوف البنادم ما كيجي هنا وكيلاح في الاوساخ عباد الله الرانغو عندنا ما يدار الرانغو راه وياك عاود ثاني شنو؟ لا انا الرانغو يعطونا الجيليات باش نبداو وقت ما جينا شي بحر والله العظيم ديما كنشبعوا ديما هاد المره اللي فاتت الاخوان هاد المره اللي فاتت جبنا معنا خدام جديد هذا 11 هذا 11 من نوع عالمي ماشي مشكل سيدي هاد المره نقول بحر جبنا معنا خدام جديد 11 ديال التراكس جبنا معنا واحد 11 ما كيصيد ما كيدير والو اه يا ها واحد 11 خرب يهرس الكسبه مازال ما صيد المهم الرانغو ديما مع التستيه ديالو هو شتي راه يلاه لا شي حاجه وشد شي حاجه شد شي حاجه هنا في الرمله هو خالد راه هو راه ما مقابل والو هو مقابل فينا هو هو مقابل غير الماكله وسناب شات انتوما كلشي على هاد البريري هذا سي ميلود شتي اللي اختارنا سي ميلود وجدت معاكم هاد الموسم هذا والله لا كليتو النعمه ميلود شي تحيه تحيه لكل اللي حاضر معنا هنا واللي كيشوف حتى كاع اللي فيه كرشتو راه شويه الخبز راه نخبوكا نخبوكا خالي لينا يا خويا نتوما بعدا ما شفتوش شوف هضره راه عندي المره اللي ما كليتش انا راه بعدا الا ما كليتش ود العالمي بحال واحد الدري صاحبي انا شنقول لك راه كيدور ويقص عايشه السردين راه حيت ليه الميكات انا في شي ما بالك داك السردين نديرو ليه اش من نديرو اش سميتو علاش شويه صويله بنيت او يا والله يديك
فينا صاحبي حيا نديرو كاسكروت نتعشاو بها صاحبي الله يهديك. باقي واحد الدايره صاحبي ادي الله يهديك. شفت خلق دابا صاحبي بغيتي ديرها سير ديرها اخويا كلها انت بوحدك. شحال من بيجي راه جيد شحال من عام ولا كتجي معاه؟ ولات 5 سنين ولا سنين من المقدمين من المحاربين القدامى معاه جيش التحرير. شوفوا الفلوقات الاولين من هنا لعامين 3 سنين باقيين خاصكم دايرين على البروتي كاينه السكر كاين لونا في البراد خاصنا نجيبو البراد كبير. حنا حنا جالسين خالد يلا طلق علينا الرانغو الرانغو طلقنا الرانغو واحد السلوكيه علي متى طلق علينا يلا وصلت هي راه شفتوها يلا وصلت ديك السلوكيه طلقت عليها ديك الساعه. راه عندي الدليل اصاحبي. لا خليل بان ديك السلوكيه هنا شوف ما كاين لا دليل لا والو هذا كيصيدوا الناس وكيصور هو وكينسب راسه. السلام عليكم صافي السلام. عندي الدليل اصاحبي وعندي الدليل انا شوف انا الدليل هو انا كنت معاه مخيم معاه صيد واحد السيد مع واحد الصيد هذاك ليمون هذيك ليمون لا واش شنو هذيك اصاحبي دراده هذيك صيدها وتصور بها وحطها في ستوري في واتساب قال لهم تبارك الله انا ضوان رانغو كيستعد باش يلونسي لونسيت هاد الابتدائيه انا دابا انا لونسيت جو اصلا القناه بحال صالح مي على الله على الله تكون شي حاجه رانغو راه دار واحد البلومه صغيره على ما هو هو يلاه يلونسي ديك البلاصه اللي شفتو ليه راه وما هذوك الناس اللي كاين ليه داير الرفاله. المهم على الله على الله البلاصه صعيبه شويه في المونتاج وصعيبه باش تشد بعدا ولكن المهم كيبان ليا البحر راه غادي مزيان ما كاينش يعني ما طلعش بزاف ما هيش يعني غيكون ان شاء الله اليوم الفرجه ولكن بالليل. تحيه للناس البشكاليه وتحيه للناس الحليين ديديكاس لخويا راه هشام الناس كاملين اللي كيتابعونا وكيشاهدونا هاد القناه تحيه للناس كاملين المتابعين ديالنا كاملين. بيه كيقول لك المثال اودي هشام سيميلود الله يلاقيك مع احسن منك الله يلاقينا مع احسن من سيميلود نعم اللي تستافد منه ويكون تابعته والدنيا هي هذيك كتقلب على المزيان. سيميلود هو درنا وريهم قول لنا سيميلود هيا سيميلود شوف فيا انا شوف فيا دا سيميلود ودوز واحد الرساله لهشام واحد السيد سميتو هشام ودا سيميلود ها هو يتفرج في الفيديو دابا قسما بالله العظيم الا كيقول لي طل لي في داك السيد سيميلود وديه معاك للبحر ودينا فيديوهات في البحر هو شوف انا دا سيميلود ويقول لي شكرو كنرد لك السلام وكنشكرك جزيل الشكر سميتو هشام هو السي هشام والله الا قينا في شي قعده زوينه ان شاء الله دي السيد تكون مباركه زوينه ان شاء الله ديديكاس للسي هشام احنا خويا احنا ميلو يا ولد وزيك ديديكاس ديالك نعاون سيدي من واحد الجو قول لها ميلو الجو كي داير الجو يا سلام طلع الرياس الله يبارك فيك. المهم الرياس سيدي راه عرضوا لنا كزيد تعشى زيد تعشى صاحبي الله يحفظك بارك الله ايلت ايلت شفتوا انتم بحال تعشينا احنا هذا الرياس مرحبا بكم الله يحفظك شي عوده الرئيس انا ما سيدي الرئيس راه تفرجوا واش سيدي قعدتني 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 تكفى تكفى الرئيس ياك كيدير لي الشخار تكفى اسكار راي بارك الله الله يجعل البركه تما راه بدا شديتو تكفى حنا راه مازال ما شدينا والو قولي قال بقى قبيله ابقى بايلان ياك بارك الله تكفى بارك الله الله يحفظك الدريس بارك الله عليكم انا سيدي عبد الناريس قال لك سيدي والو تاك تلاح حتى هو بارك الله عليكم اخو تلاح صاحبي ضروري الله يعطيك بسم الله بسم الله راه لي تلاح انا سيدي ها انتم ها سيدي كتصيد بسيبيا ياك هو شوف المهم انا ما صيدتي والو على عرقه ياك بعدا ها كنجو كنطلعو الحوت وكنمشيو الله قال لكم ما نضلش تجيب شي كيلو تاع السديد تقول لهم واه الا بدا شي سديد سي ابراهيم واش الا تعشيت غادي تمشي للناس ولا غادي تمشي تصيد هو اللي ضربت السلاحه هو اللي ضربت السلاحه محال واش مازالو كيدور الرئيس مازال شي ضروري ضروري هو اللي بقى الريح شويه كيعكس الريح كيكرف شويه هادي شويه وي باقي كيبان الرئيس هاد مزوينه مبرقه هي هي ان شاء الله تما غادي انتم عندكم الدويله غادي تفرجوا ان شاء الله غادي يمشي ان شاء الله ضروري شوف هاد الله لقيتهم كيفاش الصباح شوف شوف هاد الله لقيتهم كيردوا يد مسخ الوالدين شوف كان الريح شوف
هشام قبح حوت صاحبي قبح حوت اش من حوت قلنا نفيقوا هذه اللي هو الغربه ديال الحوت ايه كاين الحوت في المارشي شنو ضربت طوال الباب شو على هنا انا عسنا كلشي من الناس راح مزيان واش داك القيطون درتو به الباراشوت ديال بابجي حطوني من السما ولا شكون اللي هرسو ما عرفت اودي الريح الريح نيت اللي هرسو صافي والله لقيتو كامل حول ولا قوة إلا بالله الصفات عندنا ما بقى عندهم وزغرتو عرفتو شكون اللي فاق اليوم فاق بكري اش بال بكري شحال هادي في الساعه 10:35 في البحر رانغو غادي شنو هي 10:35 في البحر خو هادي هي جوج في الدار شدينا الحوت واه لا شديت الحوت راه سمعت انا واحد اللحظه واحد نصنا راه قالت فهمتي خبر انا واش راه ديالتي فهمتي جيت كنجري تحت على الجرفايه دير لي هذاك الشيء باش ما يحيدوش لك صافي اصلا راه كاينت مع الدري كيخيط راه والي راك على خان ندبروا لي عليه برو الخيط وانا نخيط من اول خيط دابا انا بطل الماء لا عندك هاد الشمه هذيك دابا خالد قال لك سيدي غيضرب معهم هو خا شوف الطهر بديك الملحه واش بلاصه داك الشيء قال لك على مباه دير لها تيد دير لها تيد الدراري ان شاء الله ايش بدنا بوزروك واحد البلايصه هنا بوزروك زوين هاك 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 خالد هاك زين اجي لا لا دابا الخشا هادي باش ما تهربش لينا غادي في الزقاو بحال هكا المهم راه الدراري جمعوا بوزروك بوزروك غادي ناكلو داك الناس غنديروها في الفريغو تبارك الله بخير هذا شوف خير رونغو باقي ماشي خير ولا والو شتي بوزروك اللي جمعنا ولا لا واحد جوج ونص ثلاثة اخيب اللحظات اليوم هادو باش كنطلعو دابا ياك خالي اخي باللحظات هما هادو انا دابا كنشوف راسي ما مصيد ما والو هز البيكي وهز القصبه شو خالي دير ما صيد ما والو ما عنده حتى القصبه ما عنده وحيد طلع هز القصبه والبيكي ولكن ما مفرش الفلوس هذا واخا مصيبك حلا ها المهم تبع هادشي اللي خايف هاد البحر هو تمارا وي وحق الله ولكن اوكي هاد هادي ماشي بحال تما كتستحق كتستحق اوكي هاداك ماشي كتستحق واو راس خاص اخوان شوف خالد خصنا شي واحد بحال هادي هاد تهز جي تحت الباكتاج ديالك هنا يبقى هنا والله جالق جا خفيف يبقى الماكله معاناة صياد ايش ما كرهقو عييتي ولا طريو منين جيت بابا من داك لتحت من ديك لابونت ديال الله العالمين بيكون معاك مسكين لا العالمين قال لي خالد قال لي قول لي يجي يعاوني فين عيط عليك خالد